بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. شهر الصيام بالإسلام قد فجع، وفي رزيته قلب الهدى انصدعا. شهر الصيام بكيت عين السماء دما فيه، وجبريل ما بين السماء نعم. اليوم في سيف أشقى العالمين هوى، شخص الوصي وفي محرابه صدعا. يا اليوم في قتله الهادي وفاطمة ماتا وعليا نزار سورا صدعا. اليوم فلتسكب الأيتام عبر الدوام وتترك الصيابر، لكن تصحب الجزع يا أبويا علي يا حامي الدين، بويا علي يا حامي الدين، يا ملف الأرامل والمساجين، بويا عقبك يا بويا وجوه نوية، ويا يوم لك شرع المسلمين وسمها. يا علي يا آية الباري وسمها، يا من سيفك العدوانك وسمها، يا سيدي تضهدك طبرة الطاغي وسمها. يا عجب وانت الفحى الحامي، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين.
ونحن بليالي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يتبادر إلى الذهن مسألة في غاية الأهمية، وهي عندما نلاحظ الفترة من تولي أمير المؤمنين عليه السلام شؤون المسلمين بشكل رسمي ما يعبر عنها الخلافة، إلى هذه الليلة، إلى ليالي استشهاده. الملفت في هذه الفترة أيها الأحبة أنه لم يكن هناك استقرار بهذه الفترة التي حكم بها أمير المؤمنين عليه السلام، وكانت فترة حروب ومشاكل وصراع، فعلاً أمر غريب وأمر مهم، يجب أن نبحث عن السبب والداعي لهذا الأمر. المسألة الأولى أيها الأحبة أنه طبيعة العرب، يعني قبل الخوض بالموضوع يجب أن نفهم أمر أو أمرين أو أكثر. طبيعة العرب بشكل عام يعتدون بالنسب والانتماء، فاللي يحكمهم من يتزعمهم من الضروري جداً أن يكون عنده عنوان بهذا الجانب. وهذه المسألة إلى يومنا هذا نتداول بها، وعندنا اصطلاحات نتناقل فيما بيننا، نقول فلان ابن فلان، وفلان ابن زعامة، وفلان ابن وجاهة، نتقرب أكثر، نرضخ أكثر لهكذا إنسان إن تزعم. أمير المؤمنين عليه السلام هو من قلب العرب وقلب قريش وقلب هاشم، فإذا على هذا المستوى أمير المؤمنين هو الأبرز عند العرب، وهذه مسألة تجعل العرب بشكل عام يلجؤون لأمير المؤمنين عليه السلام، هذه صفة طيبة. ولكن نجد خلاف ذلك تماماً، هذا أمر. الأمر الآخر موضوع الصفات الجسدية أو النفسانية لنفس الإنسان. اليوم القائد يجب أن تتوفر فيه صفات، من أهمها الشجاعة، البطولة، التضحية، الإحساس، الغيرة، وهكذا جملة من الصفات يجب أن تتوفر بالقائد أو الزعيم أو الرئيس أو الخليفة. وبطبيعة الحال ذن كلهن كان متوفرات بشخصية أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا جئنا لشجاعته ما راح أضيف لكم شيء جديد أبداً. علي وما أدراك ما علي، يكفيه فخراً أن الفرار عار إلا من سيفه صلوات الله عليه، فما يعتبر عار، وذكرنا هذا الأمر ببعض شواهده في الأمس بهذا المكان الشريف. وهكذا بقية الصفات. إذن وين المشكلة؟ نجي إلى أمر ثالث، طبيعة الناس، طبيعة الأمة، طبيعة الجمهور يريدون من القائد أن يكون مندمج معهم، يحس بمعاناتهم، يحس بآلامهم، يستشعر احتياجاتهم. وقطعاً هذه الصفة عنوانها الأول والأبرز هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وذكرنا بالأمس أيضاً وقلنا أي حاكم على وجه الأرض كان لا يشرب لأن هناك شخص من رعيته عطشان، ولا يأكل لأن هناك أحداً من رعيته جائع، ولا يلبس الملبوس الجديد لأن هناك أحد رعيته عاري. هذا الأمر فقط عند أمير المؤمنين عليه السلام. الآن ذكرنا هذه العناوين الثلاثة، خلنا نجي نقيم ونسأل الأمة، نسأل العرب، نسأل المسلمين،
نقولهم ما هي الصفات المطلوبة بالقائد بالزعيم، قطعاً راح يذكرون هذه الصفات. نقولهم هذه الصفات متوفرة بعلي ابن أبي طالب، لو لا يقولون متوفرة. إذن ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ سنوات قليلة معدودة أشغلوا أمير المؤمنين بحروب وحروب ومصائب ومصائب وآلام وآلام، شنو من أمة؟ شنو اللي يردو؟ هذه المسألة، هذه المسألة التي ذكرناها تخلينا أن نبحث عن الأسباب والدواعي التي أوصلت الأمة لهذا الحال بتعاملها مع أمير المؤمنين عليه السلام. السبب الأول، الداعي الأول اللي خلى الأمة تبتعد عن أمير المؤمنين عليه السلام بأيام حكمه، هو عامل الحسد، وهذه من أهم الصفات. أمير المؤمنين عليه السلام بجميع صفاته محسود، ولا يتحملون. عندما كانت تنزل آية قرآنية بحق علي عليه السلام يروحون الجماعة يريد يقلدون، فالله عز وجل أيضاً ينزل بهم قرآنا ولكن غير قرآن علي. أمير المؤمنين عليه السلام يتصدق بخاتمه، بركوعه، بصلاته، الله أنزل به قرآنا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. الله أنزل بعلي قرآن. الجماعة نظر قال لك إذا القضية قضية إعطاء خواتم، وهذا مو يعني هذا التاريخ يحددنا بها التفاصيل أيها الأحبة، فلان من الناس راح جاب 70 خاتم، واتفق لم فقراء المدينة والمساكين تعالوا ألزموا سرة، وبدأ يقدم لهم، كل ما أركع يجي واحد. أنزل الله به قرآن معافة، بس مو مثل قرآن علي، مو مثل آية علي. علي ابن أبي طالب كرمه الله وأنزل به آية الولاية، بينما هذا الرجل أنزل به قرآن آخر فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يطمع. هذا واقع. أمير المؤمنين عليه السلام محسود بكل صفاته. أحدهم يسأل أحد أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام عن صفاته، يقول له صفة واحدة من صفات علي عليه السلام تسع الأرض بأسرها وزيادة. صلوا على محمد. صفة واحدة من صفات علي عليه السلام تسع الأرض ومن فيها، كيف ببقية الصفات؟ من هنا والله يحتار الإنسان من أي صفة يبدأ، ولكن بعض الصفات إحنا نحتاجها بواقعنا اليوم أيها الأحبة حتى نطلع بثمرة بفائدة. عندما نستعرض حياة أمير المؤمنين عليه السلام أكو بعض الأمور ضروري أن نتمسك بها ونأخذها ونطبقها بحياتنا، واليوم نحن ما أحوجنا لهذه الصفات. تعال إلى نبل الإمام علي عليه السلام، كان قطعة من النبل ومن الحلم ومن الصفح. بمعركة الجمال والأشلاء متناثرة بكل مكان، أشلاء القتلى معركة، وبالمعركة الأدبيات ترفع عند كثير من الناس، ماكو حدود بعد لأن الدماء تسيل. فيجي واحد من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام بدأ يتكلم بكلام سيء على القوم على الطرف الآخر، ما سكت أمير المؤمنين وما وافق أمير المؤمنين، نهره قال اسكت، إنهم إخوتنا بغوا علينا. عجيب سيدي، شنو هذه النفس اللي يحملها أمير المؤمنين عليه السلام؟
طرف يقاتله وعشرات مئات آلاف القتلى، أكثر من 20,000 قتيل في هالمعركة، يقول له اسكت، ما مسموح لك تتكلم أنت، بمعنى أنا أعرف التكليف. أمير المؤمنين ده يأدبهم، يقول لهم لا تأخذوا راحتكم بالكلام، أكو حدود لكل شيء. إنهم إخوتنا بغوا علينا، يعني أنا أعرف التكليف الشرعي، أنتم لا. وقضية قتال، وين إحنا عن أمير المؤمنين بهالظرف؟ هذا الظرف الموهوء، الظرف المحتقن. شوف الناس متكهربة وحدها، مع شديد الأسف، غيبة ونميمة وبهتان وتسخيط وافتراء وتشويه. وبعدين نرجع نقول إحنا شيعة علي، إحنا مؤمنين، إحنا متدينين، وهذا كله ننساه. أمير المؤمنين عليه السلام بنفس المعركة، بنفس المعركة بعد ما تمكن من الأمر، جاب المرأة خلاها ببيت لحمايتها، لرعايتها إلى أن يرجعها إلى المدينة، خلاها بالبيت. وبعد فترة اجيزوها يشوفها، أول ما دخل التفتت إليه وقالت يا علي أيتم الله ولدك كما أيتمت الأحبة. هذه المرأة ايش كانت مسوية؟ عندما وضعها أمير المؤمنين في البيت ايش سوت؟ راحت جابت مروان بن الحكم وجماعته كلهم، خبئتهم بالبيت، ختلتهم بالبيت. قال لها إن كان حقا كما تقولين لقتلت من في داخل البيت، بس أنا راح أسكت، راح أسكت لأنه أنت جايبته، راح أسكت. أقول وين إحنا عن هذا الخلق وهذه المدرسة؟ هذه المواقف أقرب للخيال، عندما يسمعها البعض يقول خيال، ولكن هذا واقع حصل مع إمامك علي صلوات الله عليه. أكثر من ذلك، يدزها إلى المدينة برفقة 40 امرأة ملثمة، كانت تصور ذول رجال بإضافة أخوها. وصلت إلى المدينة، أول ما وصلت بدت الشهر، شوفوا علي ايش سوى، دزني مع الرجال وهالشكيل وموضوع غيرة. عند ذلك النساء فتحت اللثام وشافت، بهت الذي ويأثر يغزر يغير. لا والله، كل إنسان اللي بقلبه يبقى بقلبه ما يتغير. المريض مريض، المريض مريض، والمنحرف منحرف، ما يتغيرون أبدا. إذن أمير المؤمنين عليه السلام محسود من قبل المسلمين، لم يتحملوا ما أعطى الله عز وجل لعلي عليه السلام. يصل به الحال بأبي هو وأمي أن ما يأتيه من هدايا من طعام مباشرة يقدمه للفقراء. أتخطر يوم من الأيام يجيبون طعام يقدموا لي أمير المؤمنين، يجيب الفقراء من المسلمين يقولهم تعالوا أكلوا. قالوا له يا أبا الحسن تعال أكل ويانا، قالهم لا أنتوا أكلوا، أنا أخذت عهد على نفسي أن لا أكل من أكلة لم يأكل منها رسول الله. وهذه الأكلة يظهر أكلة جديدة، يعني ما كانت بأيام رسول الله، لم تقدم لرسول الله، فبما أنها لم تقدم لرسول الله أنا ما أدنى، أنتوا أكلوا هنيئا مريئا. يجي هنا أحد الشعراء يقول له يا أبا الحسن إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على بعضهم. ما عنده مشكلة ويا أمير المؤمنين أبدا، زيد بن الحارث وغيره وغيره، أسامي كثيرة. من ترجع للتاريخ ماكو أي موقف ويا أمير المؤمنين، بس أخذوا موقف من علي. شنو تفسيره؟ شنو تفسيره؟ ووصل الحال ببعضهم اللي ما عنده موقف سياسي، ما عنده موقف ويا أمير المؤمنين، وصل الحال ما يبايع علي. سألهم أمير المؤمنين
أنه أنتم مبايعتوني بغدير خوم. واحد يقول له بعد ما أسمع كبرت ما أسمع، واحد يقول له ما أتذكر، وهكذا أعذار مختلفة. والأمير عليه السلام دعا لهم كل حسب ما يستحق. إذن العامل الأول اللي خلى هالفترة محتقنة، فترة حكم أمير المؤمنين، هو موضوع الحسد. هذا واحد. اثنين، العامل الآخر، الداعي الآخر، هو عامل الحقد. بطبيعة الحال الحسد يوصل إلى الحقد، وهذه قضايا نفسية. إنسان يحسد يحسد ينتقل حسد إلى حقد. الحقد منشأه مع أمير المؤمنين عليه السلام قريش بشكل خاص. القضية بدأت من قريش على وجه التحديد. وذكرنا بمجال السابقة قريش لأن أمير المؤمنين وترهم بمعركة بدر لوحدها قتل قرابة 50 وأكثر، بمعركة أحد قتل مقتلة كبيرة، معركة الأحزاب قتل مقتل، وهكذا جميع الغزوات هناك حصة كبرى لعلي من القتلى. هذول يستقرون، ذولا ينسوها لأمير المؤمنين عليه السلام. أنقل لك قصة تستغرب، وعلى هذا فقس. بمعركة بدر، بمعركة بدر، أبو حذيفة ممن كان مع النبي صلى الله عليه وآله يقاتل مع الرسول، وأبوه كان مع المشركين عبيدة، قتله أمير المؤمنين بالمعركة، قتله. بعدين النبي يجي للمسلمين، ايش قال لهم؟ قال لهم عمي العباس مع القوم، إذا ظفرتم به لا تقتلوا، فإن الرجل مجبر. يعني الجماعة مطلعي بالقوة، فأنتوا أخاف واحد يوصل يمه لا يدنه لا يأذي لا يقتل. أبو حذيفة ما تحمل، ما تحمل، يقاتل مع النبي من أصحاب بدر. شنو مواصفاتهم بدر؟ إجا دن لرسول الله، قال له يا رسول الله تقتلون أبناءنا وآباءنا وتدافعون عن آبائكم، والله يقسم لرسول الله، يقول له والله إن ظفرت به لأقتله. أبوي تقتلوه، أبوي تقتلوه، بس إذا وصلت الأهلكم تحامون. أقول هذا النمونة وغيره. ذولا ينسوها لعلي بن أبي طالب؟ ينسوها؟ حتى لو صاروا المسلمين، قريش كلهم صاروا مسلمين فيما بعد، بس هذا اللي قاتل أبوه قاتل ابنه وقاتل أخوه ما ينسون إلا ما ندر. هذه قضايا نفسية. والناس شنو إيمانهم؟ شنو تدينهم؟ نسبة كبيرة منهم مجبرين على الدين، مجبرين على الدين. على هذا الأساس الخليفة الثاني عنده محاورة طويلة مع عبد الله ابن عباس. الشاهد من هذه المحاورة يقول له أنت عرفت ليش قريش ما أعطوكم الخلافة؟ قال له ليش؟ قال له لأنهم كرهوا أن تجتمع عندكم النبوة والخلافة. ما يصير اثنين هنلكم. النبوة أخذتوها لأن المنظار، المنظار مو الله عز وجل، المنظار مناصب دنيوية، وهذه عناوين دنيوية. فالقوم كرهوا أن تجتمع عندكم النبوة والإمامة. يقول له ثانياً من اللي يصير بعد النبي؟ علي. وليش قريش تقبل يصير علي وعند باب كل بيت بركة من الدماء جعلها علي ابن أبي طالب؟ شلون يقبلون ذولا؟ على أي أساس؟ وهذا هو الواقع، هو الواقع. هذا اثنين، العامل الثاني. العامل الثالث هو عدالة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. اليوم قضية بشكل عام نحكيها، اليوم أي إنسان
أي إنسان يريد أن يطبق الحق والعدالة أعداءه كثر. جرب اليوم جنابك، أؤمر بمعروف، انهى عن منكر، قدم النصيحة للناس، قل له هذا غلط، شوف أعدائك ايش قد يصيرون. اسكت، لا تتكلم، لا تتكلم، روح بطريقك وارجع بطريقك، والباطل أمامك. شوف ايش قد يمدحوك، والمدح شو يقولون؟ يقولون فلان يروح بطريقه ويرجع بطريقه، ما عليه بالناس. شوف المقاييس شلون انقلبت. احنا بأي زمان؟ بأي زمان؟ أيام أمير المؤمنين القضية هالشكل، بزماننا شلون؟ تأمر بمعروف، تنهى عن منكر، تنكره من الناس. اسكت، تكون محبوب ومقدر ومحترم. أمير المؤمنين عليه السلام كان أمام خيارين. الخيار الأول أن يتعامل مع الخاصة. الخاصة منه؟ إذا نحكي بمصطلحات اليوم، أصحاب الدرجات الوظيفية، اللي بذاك الوقت مثل وقتنا اليوم، خصوصاً فترة الثالث. فترة الثالث كانت فترة مرعبة، فترة فساد وانحراف على مصراعه. وهسه أجي أبين لك، وبيت مال المسلمين هالميزانية الضخمة طشرت ما تدري وين. أمير المؤمنين بين أن يرضي ذولا أصحاب الوظائف الدرجات الخاصة الوجهاء الشخصيات التجار، وبين أن يرضي العامة الشعب. فمن صار أمام خيارين، قدم رضا العامة على رضا خاصة. طبهم طوب، انزعجوا، سحب الامتيازات منهم. أول شيء سواه هو المساواة بالعطاء. فتصور هذا السيد الكبير، سيد قومه، الزعيم، الشخصية اللي كان يستلم آلاف الدنانير، وإذا أمير المؤمنين بين ليلة وضحاها يطي مثل ما يطي الخادمة. شوفوا قضايا نحكيها على المنبر يمكن سهلة، بس بالواقع تطبق، تطبق. اليوم أجل الأغايون اللي موجودين وأقول لعمي معذرة، أنت تستلم 500,000 حالك حال هذا مسكين، ما يطلعون ثورة؟ ما يطلعون ثورة؟ أنتوا جدا تتكلمون؟ نفس الكلام ويا علي، عندنا مصالحنا وعندنا امتيازاتنا وعندنا استثماراتنا وعندنا، أنت جدا تقول شنو مساواة بيني وبين الفقير؟ ما يكون هذا. ولهذا اللي قتل علي بن أبي طالب هم الخاصة مو الشعب. العامة كانوا يعشقون عليا عليه السلام، اللي كان يلقبوه بأبو تراب، كان يخد على التراب، يخلي خد على التراب وينام حال حال الناس، ما عنده ميزة، نفس توبة ونفس نعالة، وما تغير بشيء أبداً طوال فترة حكمه. إذن العامل الثالث اللي قلب الموازين هو أنه قدم العام على الخاص، بمعنى طبق العدالة. أربع، العامل الرابع والمهم هو أن يجي أمير المؤمنين عليه السلام يصير توقيت حكمه خلاف تبعد عثمان بن عفان. هاي مشكلة، هاي مشكلة كبيرة. يعني لو جاء أمير المؤمنين واستلم الأمر ورضخت الأمة ومن فيها لعلي عليه السلام بعد رسول الله، كان كل هذا مسار أبداً. ولهذا سلمان المحمدي خاطبهم، خاطب المسلمين، يقولهم والله لو سلمتموها عليا لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم. أمير المؤمنين إيش قد استلم خلافته؟ أربع سنوات، مو أربع سنوات. بيت مال المسلمين بقى، الأموال مكدسة، الحنطة الشعير مكدس، ماكو حد يجي ياخذ. الكل، كل من تحت دولته ماخذ استحقاقه، والناس ماكله. قام يؤمر بعض المقربين إليه، يقول له صعدوا إلى الجبال طشوا هذا الشعير حتى الطيور تأكل، حتى لا يبقى طائر جائع. أربع سنين، الصدق مع الله عز وجل هكذا يترجم، الخير موجود، الأموال موجودة، بس من يجي فاسد ويكدس ملايين، يكدسها يضمها على قبره.
لا هو مستفيد منها ولا يخلي الأمة مستفيدة منها ولا يستثمرها، لا يخليه ينام لأن جوعان للأموال. أكيد هذا يكدس هالقد وهذا يكدس هالقد، الأموال كلها ضيع وتشوف الأمة ما عندها. فمجيء أمير المؤمنين عليه السلام بعد الخليفة الثالث كانت الأمور مضطربة وغريبة، الأجواء ما كانت أجواء إسلامية أبداً، كانت عبارة عن عصابات، عصابات جماعة فلان وجماعة فلان وجماعة حزب فلان وحزب فلان وحزب فلان. الصورة مطبقة تماماً بعالمنا اليوم. تدرون أنتم، تدرون مروان ابن الحكم، مروان ابن الحكم وحده هذا الوزغ الذي طرده رسول الله، تدرون هذا ايش كان يستلم ايام الخليفة الثالث؟ مروان كان إلى خمس افريقيا كله، كل خمس افريقيا قارة بأسرها شي يجي من حقوق شرعية مباشرة دايركت، تروح ما تدخل بيت مال المسلمين، دايركت إلى مروان، أنت بربعك رتب أمورك بنو أمية زين، وغيره وغيره. أسألكم بالله، هنا أسألكم بالله، مروان ابن الحكم يقبل علي بن أبي طالب يستلم الأمر ويطبق عدالة ويسحب منه هاي الامتيازات؟ أمير المؤمنين أول قرار صدره اللي يريد يصلح، هذا أول قرار، أول قرار صدره أن تصادر هذه الأموال كلها وطالبهم بإرجاع الأموال اللي صرفوها كلها. وين يشردون من علي؟ يلا روحوا رجعوا الأموال. هذا بعد يقر له قرار لو يبدي يتآمر من مكان إلى مكان ما يستقرون، عصابات إقطاعية مجرمين وهكذا. الأسماء لا يمكن أن تنتهي بهذه العجالة، بس لا أبين لك الصورة بشكل عام واضح إن شاء الله. بعد العامل الخامس اللي سبب هذه الهجمة الغير مسبوقة والغير طبيعية على أمير المؤمنين بفترة حكمه هو المساواة بين العرب والموالي. عند الجماعة كان العربي مميز، فالعربي عطاء يختلف عن الموالي وغير العربي. يوم من الأيام يجي النساء اثنين يدخلن على أمير المؤمنين عليه السلام يأخذن الحق الشرعي، فصادف دخولهن سوء أعطاهن نفس المبلغ. التفتت الأولى لعلي قالت له أنت شلون تطيها مثل ما طيتني؟ قالها ليش خير شنو؟ قالت له أنا عربية وهذه من الموالي، إيش سوى إمامك علي؟ شال حفنة من التراب بيديه وقال لها إني لا أجد فرقاً بين هذا التراب وهذا التراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أنا مأمور أن أتعامل مع البشر على هذا الأساس، أنت شنو ميزتك عن الأخرى عن الآخرين؟ هذا اللي طبق أمير المؤمنين. تدرون بعض الناس كان ما يدخل للمسجد، ما يصلي جماعة، لأن اللي يدخلون للمسجد فقراء، هذا يشوف نفسه يشوف حاله غني، وهذا اللي يصلي بالصف الأول فقير مسكين جاي من وقت ما عنده شغل وعمل، فقاموا ما يجون للصلاة، ما يرتبطون بمسائل الدين، يقول لك أكو فقراء. أمير المؤمنين حارب هذا كله وغير المعادلة. يوم من الأيام يجون أهل الكوفة الأمير المؤمنين وجايين واسطة، يعني بعض وجهاء الكوفة جايين واسطة لتاجر من تجار الكوفة، يظهر مراجع أمير المؤمنين وطارده، قايل له هذه شغلتك مو قانونية مو شرعية، فراح جاب واسطة يتصور تمشي ويا علي مثل ما كانت تمشي ويا غيره. قال له يا أبا الحسن هذا فلان، هذا حج فلان، وهذا باني مسجد بالكوفة، عنده مسجد بالكوفة، اليوم أسهل طريق للسرقة هو حرامي ويبني له مسجد، سهل القضية، وحج فلان سهل القضية، يبني له حسينية هم سهل القضية، وهو غاصب حقوق الناس بايق أموال العالم مقدرات الأمة، أسهل منها ماكو. الناس هم تشوف يقول لك عمي خل أسكت، خاف الحسين يشور بي، خاف الله عز وجل يضربني، هذا عنده جامع.
فقالوا للإمام عليه السلام، غريب التاريخ إيش قد واضح وصريح، قالوا له هذا يبني جوامع بالكوفة عند جامع، قال لهم المطلوب شنو؟ قالوا له وقع له، ما أعرف قضية، شوف استثمار شنو جاي، مقاولة، الله أعلم بوقتهم شنو النتيجة، لازم تمضيله. قال لهم أن قضيته مخالفة للقانون، وعند علي القانون هو الشرع، هو المشرع صلوات الله عليه. طلع، قال لهم طلعوه. قام طلع وقف عند الباب، التفت لأمير المؤمنين، قال يا علي البقاء معك ذل، الجماعة اللي قبله كان ماشيين أمورنا ما عندنا مشكلة، شنو القضية وياك؟ البقاء معك ذل والرحيل عنك كفر. يعني يعرفون إذا تركوا علي كفر، ولكن تركوه فقدموا الكفر على الذل بمقاييسه. هو هذا مو ذل، هذا بناء، هذا إرجاعهم لإنسانيتهم لدينهم لمعتقدهم، بس الناس ما تريد. إذن أمير المؤمنين عليه السلام سعى جاهداً بكل ما أوتي من قوة أن يطبق العدالة، أن يطبق الحق، أن يطبق القانون الإلهي، والقوم سعوا بكل ما أوتوا من قوة أن يضربوا ما بناه أمير المؤمنين عليه السلام. ولهذا من قتل أمير المؤمنين عليه السلام، اللي قتل الإمام علي هم قريش، قريش مو غيرهم، معاوية وعمر بن العاص والأشعث، وهذه النماذج السيئة التي كانت، اللي اليوم عند البعض أسماء قديسة يقدسوها. قتلوا أمير المؤمنين وتآمروا بتلك المؤامرة الكبرى، الليلة ما أعظمها من الليلة، آخر ليلة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بعدما ضرب بمحراب صلاته. الناس تعجبوا، أمير المؤمنين فارس الحروب، بطل الحروب، أمير المؤمنين يجي واحد يضربه، أرداه صريعا بهكذا حال، لا يقوى على الوقوف، على القيام، على الحركة، لا يستطيع أن يصلي صلاته من وقوف. فمن أول لحظة كان الناعي واضح لأمير المؤمنين، من أجوا للمسجد وشافوا علي صلي من جلوس، ضجوا بالصراخ والبكاء والألم، وحملوا أمير المؤمنين عليه السلام إلى بيته. خلينا بعد بقلوبكم الطيبة الطاهرة وأنتم بهذا المكان الشريف، وما في وقار بمجلس علي، ما في وقار، هنيئا لمن يحصل لدمعة الليلة بهالمكانها. حملوا أمير المؤمنين عليه السلام وتوجهوا به إلى الدار، قبل أن يصلوا إلى الدار قال أولادي ينزلوني، أبا ما الخبر، ما الذي جرى؟ قال إني أرى زينب واقف على الباب. وإمامك علي ما يريد زينب تشوفه بالحال، الليلة ليلة زينب، عندنا كم موقف مع زينب الليلة، ها مرحومة عبرتك. ونايت ونتو صاحت يا المجبلين، يا المجبلين هالشايلين وياكم منين، أنا خايف، أنا خايف تتلعى يدي يا طيبين، لما نسمع هالحسن وحسين صاحوا يا زينب زيد الونين، يا أبونا نطبار والرايا يا يا
شنو صار هالليلة؟ مواقف كثيرة حدثت أيها الأحبة، وكلها مؤلمة على قلوب الموالين الغيارة. أنا أنتخب بعجالة كم موقف من المواقف المؤلمة التي حدثت. الموقف الأول أنه هالليلة عندما رأوا أمير المؤمنين عليه السلام لم يتحسن، وضعه ما تحسن، جاءوا له بالأطباء ومن ضمنهم السلولي. كشف عن إمامنا أمير المؤمنين عند ذلك: يا سادة يا غيارة، قال لعلي: سيدي يا أبا الحسن، أوصي وصيتك، أعهد عهدك. ما الخبر؟ قال: سيدي، هذا بياض الدماء خرج بعرق الشايات. عند ذلك ضج أولاده بالبكاء والصراخ والنحيب، واللي طلع ما يوس من حيدر: طبيبة طبيبة طبيبة. وطلع عقب الحسن يشجي المصيبة المصيبة، يشجي الفايج على الله وحبيبه. أثار أم الحزن كانت جريبة جريبة جريبة، يقلها: يا زينب، جرح أبونا ما لطيب. الله الله، مرحومة عبرتك، الله يساعد قلبك مولاتي يا زين. بعض الأخبار تقول كانت تسأل الحسن، تقول له: سيدي أبا محمد، شنو الخبر؟ الحسن يصبر زينب، معروف عنه، معروف عنه ما يحتل زينب. قالها: أخي لا شيء، وين تروح زينب؟ أكو واحد ما يضم شيء على زينب، دي هيئها الحسين عليه السلام. اجت: أخي أبا عبد الله، ما الخبر؟ قال: أخي زينب، إن الجرح جرح أبي أمير المؤمنين مسموم، والطبيب قال هكذا أنه لا يبقى أكثر من هذه الليلة. ضجت زينب بالصراخ والألم. بعد خلينا بمواقف هذه الليلة. هالليلة شنو اللي صار؟ أمير المؤمنين عليه السلام يجمع أولاده، ما أدري تتحملون لو لا، وأنتم بهالمكان أكو خصوصية. جمع أولاده، بعد ذلك قال لأولاده: أين ولدي العباس؟ جيبوا لي أبو فاضل. تسمع سيدي مو؟ أجا العباس جلس. بعد ذلك صاح أمير المؤمنين: جيبوا لي زينب، نادوا لي زينب. جاء زينب، جلست، ياخذ ايد زينب يخليها بيد ابو الفضل العباس، يقول له: عباس، هذه وديعتي عندك. ابو فاضل، هذه وديعتي عندك عباس. اقول له: سيدي يا ابو الفضل، صعب هذه العباره، ولكن اين الوديعه؟ ليلة الحادي عشر من المحرم، زينب تصي: عباس، ماكو جواب. أريد أطلع أكثر من طلع الكربلة اليوم، خليك وياي، هاي الطلعة الأولى. زينب عليه السلام تتوجه لجهة المشرع: وين اللي يجي وياي؟ شتشاي شتشاي شتشاي، أريد أوصل المذبوح عالماي عالماي عالماي، وقل لأخويا صفيت بولية عداي. الله، أبو فاضل هذا حال زينب. يقولون زينب عليه السلام من بقت، صاحت أبو فاضل ماكو جواب، حسين ماكو جواب، علي الأكبر ماكو جواب، القاسم ماكو جواب. يقولون توجهت الأمير المؤمنين: يا علي، هذه ليلتك يا أبا الحسن. توجهت لأمير المؤمنين وتقسم قسم عليه: أنت عرب، وهالقضية
أذيكم كثيراً، وين الغيارة؟ تقسم قسم، شوف القسم على علي شنو؟ تقل له أحلفك أحلفك بيش تنهض يا علينا، يا يابا يا يابا يا يابا شعطلك وما تجينا تجينا. حضرت سلمان جيت من المدينة المدينة، أنا حلفك بيش تنهض يا علينا علينا. إلك حالة لولا أحلفك بيش تنهض يا علينا علينا. عليك حجاب زينب قوم لينا. شلون قسم هذا؟ بويا عليك حجاب زينب قوم لينا وتشوفنا شلون نولينا. الله، اي مرحومه هذه العبره، هنيئا لكم. هذا موقف ايضا من مواقف الليله اللي حثت امير المؤمنين يوصي بزينب. بعد من المواقف اللي حثت الليله اللي تقطع القلب، ها، انه بعد ما طلع الطبيب كشف عن امير المؤمنين عليه السلام، وطلع اجى الحسين، اجى الحسين يلف راس امير المؤمنين. امير المؤمنين فتح عينه واذا الحسين فك عينه فك عينه ولن حسين يمه. فك عينه ولن حسين يمه، يبكى وخلت دمعه ويا دم. أقول له يا أمير المؤمنين، يا علي يا أبا الحسن، الليلة الحسين يشد راسك. سيدي يا أمير المؤمنين، يوم العاشر من اللي شد راس الحسين؟ سيدي يا أمير المؤمنين، الحسين ذبحوه، قطعوا رأسه ورفعوا رأسه على رأس رمح طويل. سيدي وابنتك زينب واقفة تنظر، لم تتحمل هذا المشهد، دزت لك رسالة يا علي. شنو هالرسالة؟ شنو مضمون الرسالة لأمير المؤمنين؟ وين المحزم البين أخوة وعزم بيده ياخذ معصبي وبيلتزم وبيصل والدي موت الزلم. الخلة جف رقابها ملواية ليصل ويصيح يا حامد خيل. جيت من زينب ومعصبها الدليل، خليتها بكربلا تنادي الويل، والحرم لا حمى ولا يا حماية. قم يا علي، فما هذا القعود وما عهدي تبط على الأقباء أجفانا. قل لحبيبي تفضلون تعالوا. الله يبارك فيك. نتيجة المجلس دعاء قبل ما نبدأ باللطم، أنت وأنا قاعد تكرفع يديك.